نتناول الفرانشايز. مثل ما في المحاضره الماضيه تكلمنا انه علشان نصمم دائما المنتج نصممه وفقا للاحتياج، وهذا الاحتياج هو عباره عن نفس السرعه اللي بيعتمد الوظيفه اللي هي عندها المنتج. من خلال هذا الموضوع احنا حنحاول نشوف الامبورتنس اوف ديزاين فور فانكشناليتي. ايضا هنتكلم عن بعض الخطوط العريضه او الجايد لاينز اوف ديزاين فور فانكشناليتي. هنتكلم ايضا عن الفانكشناليتي كونسيبت، وهنحاول نقسم البرودكت وفقا للفانكشنز الاساسيه والسكندري فانكشن اللي بيقوم بها الجزء. إذا بالأساس عندنا قلنا أنه أي منتج لما نصممه من أجل أن يقوم بوظيفة محددة. Design exists to satisfy some causes or functions. إذا الأساس عندنا دائما في التصميم هو أنه المنتج يقوم بأداء الوظيفة هي الفوكسنج الأساسية أو السنتر أو الكور لعملية التصميم. Knowledge of functionality is essential in wide variety of design related activities such as generation and modification of design. إذا هيكون عندي الوظيفة هي الأساس اللي بيتم التركيز على أثناء عملية التصميم، إنه المنتج بيأدي الوظيفة بالشكل المطلوب، وهيكون عندي أثناء عملية الجنريشن للكونسيبت أو الريفيجنز أوف ديزاين عملية المقارنة اللي أقوم فيها with optimum concept or with other product. عمليه الايفالويشنز ايضا عن سلكشن اوف ديزاين، كل هذا بيكون في الاخير مرتبط بعمليه التصميم لاجل اداء الوظيفه. Concurrent engineering. المصطلح هذا احنا تكلمنا عنه في البدايه وقلنا انه هو عباره عن نيو ابروش ان ديزاين. هذا الابروش بيركز على انه بيكون عندي التصميم فور ديزاين فور اكس، بمعنى انه التيم اللي بيقوم بعمليه التصميم بيكون متواجد مع بعض ومن سكيلز ويشتغلوا بشكل متزامن بحيث يتم التركيز على كل الفانكشنز الموجوده واللي مطلوبه في عمليه التصميم اللي هي ديزاين فور مانيفاكتشرنج، ديزاين فور اسمبلي، ديزاين فور كواليتي، ديزاين فور ريلايبلتي، مينتنانس. كل القضايا اللي نحتاجها في عمليه التصميم يتم اخذها باعتبار بشكل in earlier stages of design. Different groups of people become responsible for different activities such as product marketing, product design, product manufacturing, product sales, and overall project management. إذا الكونكريت انجينيرنج بيشتغل وفقا لهذا الكونسيبت أو لهذا المفهوم، لأنه في عندنا قلنا مفهوم آخر اللي هو سميناه أوفر يشتغل التيمز الأعضاء الممتاز بشكل منفصل، وبالتالي يحتاج إلى إيكريشن خصوصا بالعملية بيكون أطول. هذا بيختصر لي كثير من الوقت. This evaluation leads to what is known commonly known as the over the wall design process. This process involves one way communications in a واحد between the groups of people representing the information that is through over the wall. والعملية التصميم الأبروتش الثاني اللي هو مقابل للكونكرنت انجينيرنج. In concurrent or simultaneous engineering أحيانا بيسموها design for X أيضا بنحكم عليها بنفس الطريقة لأن بتدي نفس الغرض وبناخذ الاعتبارات اللي نحتاجها بشكل متزامن. Due to the simultaneous design of the product and all it is related process in manufacturing system, there is greater possibility of ensuring good match between product structure with functional requirements and the associated manufacturing implications. إذا الغرض من السيمتونيس إنه بناخذ فوكسنج على عملية التصميم بشكل متكامل، ناخذ كل القضايا اللي تهم تصميم المنتج وبالذات اللي هي عبارة عن الفانكشنز، كيف ممكن ناخذ علاقتها بالبرودكت باس كومبوننتس مانيفاكشرنج بروسيس اسمبلي بروسيس. كل القضايا بحيث انه دائما يكون حرص راعي انه نعمل ديزاين فور اسمبلي، انه كيف ممكن نعمل ريدكشن للنمبر اوف بارتس، لكن ايضا بما لا يخل بالوظيفه للمنتج. الشكل اللي اخذناه هو بيعطينا الاكتيفيتيز المختلفه اللي بنحتاجها في عمليه التصميم واللي بناخذها بشكل متزامن.
هذا الشكل اللي يعطينا عمليه الكونكريت انجينيرنج، كيف عمليه الفوكسنج على عمليه التصميم والتحكم بها من خلال معرفه صد اليوزر او الكاستمر ومعرفه الماركت اناليزز من خلال الريسيرش اند ديفلوبمنت والاستراتيجيه. واتصلنا ايضا بجمع المعلومات من خلال تفصيل السوق، دراسه السوق. الكونكرنت ديزاين اوف برودكت اند بروسيس هي عباره عن هذه الحلقه اللي هي مجموعه من الاكتيفيتيز اللي هي قمنا بتبدا من خلال اللايف سايكل اسسمنت، الاسمبلي بروسيس، الفانكشناليتي، اليوزابيلتي، كواليتي، الانفايرمنت، مانيفاكشرابيلتي، ريلايبيلتي اند اذر. هذه عباره عن مجموعه من الاكتيفيتيز اللي بنحتاجها احنا عمليات التصميم. Functionality in design. Function has been interpreted historically in a variety of ways. Example of these interpretations are دائما functions ممكن نعرفها من خلال مجموعة من التعريفات اللي هي موجودة عندنا. ممكن نعرفها هي عبارة عن abstraction. Abstraction نقصد فيه عبارة عن intended behavior of design. الindex of it is intended behavior اذا هم ماشيين على سلوك المنتج اللي بيكون عندي او عباره عن الخلاصه او العمل بوقت الاساسيه يعني اللي هو المنتج او هي عباره عن ريليشن شيبس علاقه between design and it is environment between product والانفايرمنت اللي بيستخدم فيها او ممكن تكون عباره عن external behavior of design اللي هو التصرف الخارجي اللي هو رد الفعل الخارجي للمنتج بوقت الاساسيه بنعرفها من خلال هذا التعريف هي عباره عن external behavior of design. يعني لما يكون عندي منتج السلوك الخارجي تاثيره على الانفايرمنت هو اللي ممكن نعتبره ايضا عن functions او ممكن نعتبر function من خلال الانترنال behavior of design كيف بتشتغل البعض نسبه الى بعض البعض. هذا بيفسر لي وظيفه المنتج. لما وظيفه المنتج ممكن نعرفها مجموعه من التيرم او المصطلحات وفقا للمنتج. Function types. الوظيفة ممكن نقسمها إلى مجموعة من التقسيمات اللي هي موجودة أمامنا. Use function. وهذا يمثل لي primary functions الأساسية اللي بيقوم فيها المنتج. المنتج هذا مصمم لعمل إيش؟ ما الوظيفة اللي يقوم فيها؟ إذا لما نتكلم عن الكاميرا معناته عندي أخذ صورة لمنظر معين. هذا هو الوظيفة نسميها الوظيفة الرئيسية. Basic functions اللي هي عباره عن الكاركترستيكس المنتج واللي من خلالها هذا المنتج بيلبي الوظائف او الاحتياجات الاساسيه لمن للمستهلك. سكندري فانكشنز هذه الفانكشنز اللي ممكن احنا نوجدها داخل المنتج واللي ممكن يقوم المنتج بعملها لكن باضافه الى من؟ الى المنتج الثانوي. يعني في عندي كثير من المنتجات يقوم باكثر من وظيفه بس في عندي الوظيفه الاساسيه للمنتج. Are required to allow designers to choose methods for accomplishing these functions. They are based on identifying about function that is not absolutely needed for the basic product and that satisfies only user design. إذا هذه الوظائف احنا بنعملها كتحفيز للكاستمر بحيث يكون في عندي إقبال على المنتج بشكل أكبر بنسميها secondary functions. أما الوظيفة الأساسية فهي تبقى الجزء الأساسي اللي يسمى بيعجلوا المنتج. Steam functions هي عبارة عن appeal functions أو الايثيكال functions كيف بيقول المنتج عندنا. هذا بيختبر أيضا واحدة من الفانكشنز بالنسبة للبرودكت از هو. Necessary functions اللي هي وظائف أخرى ثانوية ويحتاجها المستهلك لكنها ما تكونش بدرجة الوظيفة الرئيسية لكن هي عبارة عن مجموعة من السب فانكشنز اللي بيحتاجها المستهلك لتكون موجودة في unnecessary functions اللي هي تمثل لي وظائف اخرى ما يكونش المنتج او المستهلك محتاجها الان ممكن المصمم يتصور انه خلال فتره التسويق اللي ممكن المنتج يحصل تغير بين كاستمر نيت وبالتالي ممكن يكون هذه الفانكشنز ضمن احتياجات المستهلك خلال الفتره المقبله. Functional family tree اللي هو كيف احنا بنعمل تقسيم للفانكشنز الاساسيه الى مجموعه من الفانكشنز الثانويه وعلى اساسها احنا بنشوف انه الكومبوننتس او المفرجز للبرودكت
بيتم interactions between these parts or components بحيث يعطينا العلاقة الرئيسية أو الفانكشنز الأساسية للمنتج. بيتم تمثيله من خلال مخطط. هذا المخطط إذا بيمثل لي كل الفانكشنز أو sub functions، يعني الفانكشن الأساسية و sub functions اللي ممكن يكون فيها المنتج. واللي احنا كنا درسنا في المحاضرات الماضية تكلمنا عن التراك بوست، وبعدين شفنا كيف ممكن نقسم الفانكشنز الرئيسية إلى sub functions. تكلمنا وقتها عن الفانكشن قسمناه على أساس الانفورميشنز والماتيريالز والباور. هذه كانت الثلاث القضايا الرئيسية اللي ممكن احنا نشوفها من خلال الفانكشنز. Function family tree is a block diagram indicating only the function relationship between the product and its environment or among various product segments. إذا من خلال الكومبوننتس أو البارت الأيتمز في المنتج، هذا المخطط بيعطينا العلاقة بين الأيتمز وإيش الوظيفة لكل الأيتمز. It is particularly important in the product concept phase. هذا المخطط يكون مهم جدا انه بيعطيك اوفر فيو عن الفانكشنز والايتمز، كيف ممكن نعمل ريليشن شيبس انترفيس بين ايتمز بحيث نكون الفانكشنز الرئيسيه بالاضافه الى السب فانكشنز او السكندري فانكشنز اللي تكلمنا عنها. Because it allows designer to break micro products into smaller, more manageable design problems. يعني عشان ندرس اللي يستخدم بنا عملية التناول المشكلة التصميمية، يكون من السهولة انه نروح نقسم المنتج إلى مجموعة من السب فانكشنز، وبعدين نحل كل السب فانكشنز ممكن نحلها بشكل منفصل، وبالأخير يتم النظر إلى هذه مجموعة الحلول وتركيبها بحيث نحصل على الحل النهائي يعني التصميم. It also provides more design rhythms by removing any visual form from the function, allowing designers to see from a new perspective. إذا ما يكونش عندي فقط النظر إلى الشكل النهائي، يكون عندي بالأساس كيف ممكن نشوف وظائف الـ functions، كيف ممكن يحصل الـ creative thinking خلال هذه المرحلة بحيث نوصل إلى new solutions. الشكل اللي أمامنا هو عندنا موبايل سيل، والوظيفة الأساسية لهذا المنتج هي عبارة عن فويس سيجنال بروسيس سيستمز، اللي هو عندي مجموعة من الكومبوننتس اللي هي موجودة في البرودكت من خلال الفانكشنز الرئيسية اللي هي قلنا عملية الاتصال أو الكوميونيكيشنز اللي تكون عندي بين تو بيرسونز. هذه السيجنالز اللي ممكن تكون عندي عباره عن فويس سيجنالز هو من انترفيس اللي هو من خلاله بنتعامل مع البرودكت الانترفيس هذا علشان نحصل على الفانكشنز، وفي عندنا الكنترول بروسيس. بعدها بيكون عندي سن او ريسيفنج او ابلاي سيجنالز، كنترول فويس سيجنالز، ماجنيفاي، كونفيرت فويس سيجنالز تو ساوند نوتيفيكيشنز. في عندنا مجموعة من الكومبوننتس زي ما قلنا الأنتينا، الميكروفون، أمبليفاير، سبيكر، فيبريتورز، الديو إنديكيشنز. إذا هذا الشكل اللي هو عبارة عن الفاميلي أو الفانكشن فاميلي تري، وتمثيل لمجموعة من الفانكشنز اللي ممكن يقوم فيها المنتج بحيث نستطيع نتعامل مع كل كومبوننت على حدة ويتم إيجاد الحلول بحيث نحصل على الوظيفة الرئيسية للمنتج. Function and functional representation definitions. Working actions or the action of something is the literary definition of functions. إذا لما يقوم بمجموعة من activities أو هي عبارة تكون عبارة عن functions. This definition encompasses all the specific rules processed by each of the methodology in interacting elements. إذا من خلال الـ parts أو الـ elements اللي هو بيقوم بمجموعة من الـ sub functions بتتكون الوظيفة الأساسية للمنتج. يمكن تمثيل الـ functions في عملية التصميم من خلال 3 approach. أول approach إنه نمثله بالـ verb، noun، phrase، عبارة عن وصف، وصف للمنتج. هذا الوصف يتضمن تالي انه نستخدم فعل واسم بالنسبه للتعبير عن الوظيفه للمنتج. يعني لو كان عندنا مثلا شيف
الغرض من الشيخ هذا انه ينقل لي ثوت، فراح يكون التعبير عن اللطيفه من خلال ترانزميت ثوت، هذه العباره اللي هي تتكون من الفيرب ناون، هي بتكون عباره عن التمثيل لمن؟ لوظيفه المنتج. ممكن تمثيل وظيفه المنتج من خلال الانبوت اوتبوت فلو ترانسفورميشنز. اذا من العلاقه من معنى بين المدخلات والمخرجات بالنسبه للبروجرام. Where the inputs and the outputs can be in energy or materials or information. هذا اللي عرفناه سابقا احنا من خلال الـ diagrams اللي سميناها الـ black box. إذا المنتج ممكن نعرفه بهذا الشكل، ونعرف الـ inputs ونعرف ايش الـ outputs اللي ممكن تصدر عن هذا السيستم او عن هذا المنتج. أول تعريف الـ functions التمثيل كان هو عبارة عن الـ verb noun. Transformation between input output situations. إذا هنا نعبر عن states، حال من خلال الوظيفة المنتج. يعني مثلا لما يكون عندي جرس، هذا الجرس ممكن نسحب الزر الأعلى بحيث يعطينا الصوت، أو يكون وضع الزر للأسفل، فتكون الحالة عندي هنا هي التمثيل لمن؟ للأون وأوف يعني. فمثلها بهذا الشكل. Transformation between input output situations and states. For instance, if the product is a household product, the function to make sound can be represented by two behavior states. State one representing an upward clapper movement. State two represent downward clapper movement. The three states are one of the principal lights, matter or law. الوظيفة ممكن نوصفها من خلال هذا الديكتور أو الستيتس بالنسبة للمنتج. إذا بيكون عندي فانكشن كان بيتسبايد أبستراكتد اللي هو قلنا بيكون وصف الوظيفة النهائية اللي بيكون فيها المنتج، وصف هذه الوظيفة، أو من خلال الانتر ريليشن شيبس بتوين البرودكت والانفايرمنتس اللي بيشتغل فيها المنتج. هذا اثناء عمليه التصميم يكون في عندي في مرحله الفورمولوجيكال نعرف الفانكشنز فقط، وهذه الفانكشنز من مرحله الكونسبشوال ديزاين نعرفه الى بيبير الى سلوك المنتج من خلال ربط البلاك بوكس اللي هو الانبوتس والاوتبوتس ايش يكون عندي بالنسبه للفانكشنز. في الامبوديمنت ديزاين نحاول نسرها من خلال configurations the parts the items and the interfaces between items وكيف ممكن يكون بالوظيفة. في حالة ال detail design نتكلم عن ال configurations and module configurations والحالة لمن للمنتج. هذا simple product اللي هو عبارة عن completers. طبعا لما نصمم المنتج من اجل الوظيفه يفترض انه يكون عندي الانترفيرنس بين برودكت اند هيومن، يكون عندي ايزير للاستخدام. فبالنسبه للكالكوليتر في عندنا مجموعه من الكيس اللي هي اثناء الاستخدام الاون الاوف الكانسل انبوتس الكانسل لاست انتري مجموعه النمبرز الموجوده بالحاسبه. يعني بيكون عندي بسهوله انه الكاستمر يستطيع يوصل للوظائف الرئيسيه عن سب فانكشنز بدون ما يحتاج عندي يعني تريننج تكون بشكل سهل بالنسبه للبروجرام. Generic guideline based methods for functionality. اللي هو ناخذ بعض الخطوات اثناء عمليه تصميم المنتج يعني الوظيفه بحيث يكون عندي التصميم قلنا دائما يكون بشكل سهل easy to use the product. Method has been developed to design cancellable products for functionality. The work is split into two distinct phases: development of criteria for functionality and testing and validation of development criteria. إذا عملية التصميم لأجل الوظيفة بتعتمد على أنه بنحاول نعمل مجموعه من الكريتيريا او المعايير اللي بنحتاجها في المنتج علشان يؤدي الوظيفه، وبعد ما نعمل هذه المعايير يتم تقسيم او عمل التيست للمنتج. هذا التيست يكون مبني على الريلايبلتي بالاساس، ونتاكد من انه المنتج يؤدي الوظيفه بالشكل المطلوب علشان نعمل الفاليديشنز بشكل صحيح.
الشكل اللي أمامنا بيبين كيف احنا ممكن نحصل على الداتا بالنسبه للمنتج. فعندنا بريليمينري اكتيفيتيز اللي هو هيكون في عندي individual or experiences with daily